أعزائي قراء الرفدية أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم. ضيف اليوم هو الدكتور مجيد الحمدوشي الطب العام بمدينة أوفنباخ. موضوع اليوم حول اللقاح. سيد الدكتور مرحبا بك في الموقع الرفدية وكنشكرك على هذا اللقاء المبارك. شكرا على الإعراض عليكم. ميرسي كوم توجور. جزاك الله خير. سيد الدكتور بالنسبة للموضوع ديالنا حول اللقاح، يعني بالنسبة لك كطبيب كي كتشوف هذا اللقاح ديال كوفيد 19؟ بيان سور هاد كوفيد هاد اللقاح ديال كوفيد 19 سارس كوفيد 2 مهم حيت رحنا عالم كامل عايش واحد الوباء، وحتى المانيا دخلت دوزيام فوا واحد الحجر الصحي في لا كارانتين، وبيان سور حنا كلنا معذبين، العالم كامل معذبين، الشركات الناس تيموتوا تيمرضوا، بيان سور كلشي بغى يخرج من هذا الوباء. نعم. والطريقه باش نخرج من هذا الوباء خصنا نطلقوا هذاك التلقيح، راه تصنع هذاك التلقيح في المانيا الحمد لله. وحنا فرحانين دابا بهذا التلقيح، نقولوا غنحبسوا هذا الوباء. نعم. بالنسبه لهذا التلقيح السي الدكتور، فوقاش غيبدا وفوقاش غنوليو يعني الحاله الطبيعيه، غنوليو عادي يعني فوق من غيبدا التلقيح الى النهايه كان شيء بعدا نبداو فوقاش حتى التلقيح غنبداو به؟ هذا التلقيح كاين جوج شركات في المانيا اللي عندهم لا بيرميسيون في هذا الوقت في هذه اللحظه، كاين بايونتيك اللي الشيف ديالو تركي، انا فخور بزاف واحد تركي يكون زعما كاين الشيف ديال واحد الشركه اللي غتصنع التلقيح، وكاين فايزر شركه امريكانيه اللي كاين هنا في المانيا، هاد جوج عندهم لا بيرميسيون لهذا التلقيح. وفي هذا الوقت حنا عارفين في شهر 12 غيكون هذاك التلقيح، مي فوكاش بالضبط 100% مازال ما عارفينش. اوكي لا دات كل مره تيعوضوا هذيك لا دات اللي حنا عارفين هذيك التلقيح يكونوا في دي سونتر سبيسيال. بالنسبه لهذا اللقاح واش غيكون يعني مجانا؟ لا غيكون غراتوي. هذا اللقاح الدوله الالمانيه غتخلص لكل واحد، ما عندوش علاقه واش واحد عنده لاسيغونس بريفي ولا ديال الدوله، غيكون غراتوي بور تو الموند لكل واحد. وبالنسبه لهذا اللقاح واش غيكون يعني اجباري اوبليغاتوار ولا زعما كاين ما غاديش يكون ديريكتومون بالسيف عليا غندير هذيك التلقيح، مي غيلقاو الطريقه كيفاش كل واحد بالسيف عليا غيديرها، غيلقاو الطريقه با اكزومبل اللي خدام في واحد الشركه بوبليك، ولا انا الطبيب اللي خدام مع مرض، ولا لي زانفيرميير سافر اللي بغى واحد يسافر واحد اللي يسافر، انا متاكد اللي بغى يسافر غيخصو يوري راه عنده كارني تاع التلقيح، راه دار هذيك التلقيح ديال انف باس في المانيا ديال كوفيد 19، هي هذيك ماشي ديريكتومون انديريكت انديريكت. بالنسبه اللي ما غيديروش مثلا شنو يوقع؟ نعم اش يوقع له؟ ايوا دابا هذا السؤال خصو يكون بحال باش نخدم في هذيك الشركه باترون ديالي تيطلب مني ولا تيقول لي بالسيف عليا خصني ندير هذاك التلقيح، حيت هاد الشركه تتخدم في واحد الموضوع اللي الناس بزاف مجموعين، يقول لي هو الا ما درتيش التلقيح ما غاديش نخدمك صافي. فهمتي هاد هي لا كونسيكونس ديال هاد الشيء. وشنو هما الناس دابا اللي غيبداو بهم؟ الناس اللي غيبداو بهم مع الاطباء لي زانفيرميي اللي خدامين في موضوع ديال الطبيب، كاينين الناس بحال البوليس، كاين الناس فايفاليتي تي الصفوف الاماميه الناس كبار اللي عندهم امراض مزمن، الناس اللي عندهم مناعه ناقصه بزاف، هذوك هما الاولين اللي تنقولوا حنا ريزيكو باسيون لي باسيون دو ريسك، واللي خدامين مع لي باسيون دو ريسك. سي دكتور بالنسبه لهذا التلقيح واش غيكون يعني غير مره واحده؟ ولا جوج المرات؟ لا يكون جوج مرات. نورمالمون اللي عارف انا بعد شهر ولا ثلاث شهور غيديروا الثاني تلقيح، يا حيت مره واحده ما غاديش يكون كافي، دو فوا جوج مرات. اوكي. بالنسبه هذا التلقيح بجوج مرات واش غيكون لقاح موسمي يعني كل سيمانه؟ عفوا يعني كل سنه بحال مثلا
سميتو غريب انفلونزا بحال هذا الشيء ولا لا؟ لا نورمالمون هاد اللقاح غيدار مره واحده صافي بور توجور مره واحده حيت بيان سور قدر العام الجاي يكون واحد حيت كورونا هي سميه ديال العائله راه ديجا دوزنا انفلونزا ديال الخنزير انفلونزا ديال الطيور ودابا عندنا كوفيد 19 قدر العام الجاي يكون كوفيد 20 ولا 21 ولا كوفيد 19 بلس هذاك غيطلب تلقيح جديد. وشنو هما يعني بالنسبه لهذا اللقاح عنده 95% ديال النجاح واش جميع يعني الادويه ولا اللقاح عندهم 95% ولا ماشي لابد تكون 100%؟ نقول له صراحه ما خصوش يكون ضروري 100% احنا في موضوع ديال الطبيب قليل تيكون حاجه 100% الحاجه اللي غتكون 100% راه حنا عارفين هو كاين يموت بيان سيغ مي حاجه ديال الدواء ولا ديال التريتمون هذيك ما كايناش هذيك باش نقولوا حتى هذيك انتيبيوتيك اللي تنحتل لي باسيون المرض اللي عندهم واحد انفيكسيون ديال البكتيري ما تيكونش 100% زعما كنعرف قدا ينجح قدا ما ينجحش مي تيبقى هذيك دائما 5 حتى 10% ما يقدرش ينجح. نعم بالنسبه لهذا التلقيح واش غيكون في العيادات ولا في المستشفيات ولا عندهم شي مركز يعني شي سنتر فين غيديروا هذا اللقاح وكيف غيكون يعني بالنسبه للناس اللي غيكونوا تما مثلا؟ اوكي ما غاديش يكون في عيادات حيت هذيك التلقيح تيطلب خصو يكون بارد بزاف خصو يكون 70 تحت زيرو حراره يا يعني مينوس 70 غراد تحت 70 غراد هي هذيك حنا في عياده بيان سور ما عندناش ثلاجه ولا فريكو اللي تيوصل 70 تحت زيرو هنا ماكسيموم تنوصلوا 15 ولا 20 هي هذيك غيكونوا دي سونتر سبيسيال اللي تيقدروا يوصلوا هذيك 70 حراره تحت زيرو وغيوجدوا الناس غيكونوا عندهم واحد كارني واحد كارني وواحد نمره واحد بيرميسيون حنا ما عارفينش اين الطريقه 100% وبهذيك كارني غيجي واحد مور واحد غيستفوا الناس وغيديروا تقريبا 5 ولا 10 دقائق كل الناس كل واحد بعد 5 ولا 10 دقائق كل واحد غياخذ هذيك التلقيح وياخذ واحد كارني وياخذ واحد ورقه وصافي هذيك الشيء كيفاش غيوجدوا الناس وهذيك السونتر ديال التلقيح غيكونوا في كل مدينه تقريبا بحال شحال ما كانت هذيك مدينه كبيره شحال ما غيكونوا كثر ديال هذيك السونتر ديال التلقيح بحال اوفنباخ راه تيوجد شتوتغارت فرانكفورت في كل بلاصه في المانيا يعني كل مدينه كتوجد كل مدينه المواطنين نعم دكتور بالنسبه لهذا التلقيح سمعني كاين شي تلقيح اخر ولا كيزيدوا معاه مع هذا التلقيح سميتو ديال الدم شي واحد تصاب بالكورونا بحال داك الشيء ولا فهمنا شي غلط؟ لا بشي فهمتو غلط دابا مخصو جوج حوايج كاين هذيك فاكسان اكتيف وفاكسان باسيف كاين هذاك تلقيح اكتيف وباسيف اللي هاد كورونا اللي غنديرو دابا هذاك فاكسان اكتيف هي هذيك غناخذوا واحد بار ديال هذيك فيروس وهذيك ان بارتي فيروس وغنديروه هنا في الدات ديالنا والدات ديالنا غتصنع لي انتي كور باش تدافع على هذوك فيروس فهمتي باش لا جانا كورونا كان عندنا كونتاكت مع كوفيد 19 يكونوا ديجا لي زولتا موجودين اللي تزانتا هذيك فاكسان باسيف هي هذيك واحد اللي دوز كورونا تناخذوا الدم ديالو تناخذوا زولتا ديالو وهذيك السولدا غنديرو في الدات ديالنا فهمتي غنسرق من هذيك السولدا وغندير السولدا في الدات ديالنا هذيك فاكسان باسيف انفورم. الدكتور بالنسبه باش غنختموا هذه الحلقه شحال الشركات عرفنا تقريبا شي 200 شركه في العالم على ما اظن اللي كتصنع دابا كتحاول ما امكن غتخرج يعني سميتو التلقيح اكزاكتومون التلقيح شحال منهم اللي عطاو لهم الرخصه يعني مثلا هنا في ماينس ولا بالنسبه لالمانيا مثلا دابا نورمالمون في هذا الوقت اللي عارف انا كل دوله غتعطي جوج ولا ثلاثه شركات رخصه هذوك اللي غيبداو بيان سور كان حتى في المانيا شركات اخرين اللي بغاو يصنعوا هاد التلقيح ومازال ما خداوش لا بيرميسيون نقولوا بحال البرازيل حتى الامريكان حتى الهولندا حتى المغرب حتى فيها نقول لك الشينوا والروسيا كل دوله في هذا الوقت تياخذوا جوج ولا ثلاثه شركات رخصه باش يطلقوا هذيك التلقيح هي هذيك 200 ما غادوش ياخذوا غياخذوا قال لي 30% تقريبا رخصه باش يبداو هذيك لا بيرميسيون باش يبداو التلقيح. نعم سي الدكتور كنشكرك بزاف على هذه المعلومات القيمه على راسي عندك شي اضافه؟
آخر كلمة. آخر كلمة سنوصل الناس اللي مغاربة اللي عايشين في ألمانيا واللي عايشين في المغرب داروا خصكم تلو هذا التلقيح. شحال كل واحد خصو يدير هذا التلقيح مهم باش نخرجوا من هذا الوباء باش نوصلوا كما قلت الحياة اللي كانوا كنا تنعرفوا قبل. نعم طبيعي الحالة الطبيعية اللي كنا تنعرفوا قبل باش هذيك الحياة اللي كنا تنعرفوا قبل كورونا في 2018 ان شاء الله نوصلوا عاوتاني مي ما غاديش نوصلوا لا كانوا الناس تيقولوا لا ما غاديش ندير تلقيح وتيخافوا من هذيك التلقيح يا خصهم يخافوا من الامراض كثر على لي زيفي ديال التلقيح وديروا الثقه في الطب وديروا الثقه في هذا التلقيح ان شاء الله. اعزائي القراء الرفديه معكم مراسل رفديه من مدينه فرانكفورت نشكر الدكتور ماجد الحمدوشي على هذه المعلومات القيمه استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.